تحية خاصة لكل المشاهدين اللي كيتابعوا حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملتقى الشباب. غنتكلموا في هذه الحلقة على ثلاثة التيارات الموسيقية: الراب والميتال والفيزيون. فالمغرب مصب وملتقى العديد من التيارات الثقافية والموسيقية الوفد علينا من الغرب. هذه التيارات أصبحت متنفس للشباب المغربي، كيعبروا من خلالها على آرائهم ومشاكلهم وهمومهم، وهذا الشيء اللي جعلنا نخصوا هذه الحلقة لهذ الشباب باش نسمعوا لهم ولآرائهم. وقبل ما نبداو نستقبلوا أول ضيف معنا، خليكم مشاهدينا تتابعوا هذا الريبورتاج واللي غنتعرفوا من خلاله على الجروب اناكوندا واللي اختار ستيل روك ميتال. السنوات الاخيره ظهرت في الساحه الموسيقيه تيارات جديده مثل الراب والميتال والفيوجن، والشباب المغربي اختار انه يتوجه لهذه التيارات لانها كتعبر في نظره عن رايه والمشاكل اللي كيعاني منها. ومؤخرا ظهرت العديد من المجموعات الغنائيه اللي اختارت تتكلم عن افكارها وارائها من خلال الراب والفيوجن وحتى الميتال، اللي كيشهد تاسيس مجموعات غنائيه كتهتم به. وهو الصراحه تاسيس مجموعه الصراحه بداش كما شنقولوا بالضحك واللعب. في الاول كانت عزيز عليا الاله الموسيقى، سوتو جيتار، ومهم بديت كنتعلم شنشوف الدراري كيلعبوا، وقلت انا السي ديال الموسيقى مزيان، بديت كنتعلم حتى انا. دازت شي تقريبا 6 موا هكذاك وانا تعلمت نتريني، هادي شويه خديت جيتار الكتريك، شويه بانت لي نجمع شي جوج ديال الدراري صحاب مفاهمين، ولقيت واحد لامي ديالي بدينا كنلعبوا انا وياه شويه بشويه شويه بشويه. المهم حتى لقينا راسنا تنطلعوا دي كومبوزيسيون ديالنا واخا مازال كنتعلم. الفكرة باش نضم المجموعة اناكوندا كانت من واحد يعني من واحد لاج باقي صغير. ديك الساعة كنت كنجي لدي كونسير اللي كانوا كيداروا هنا في مدينة الرباط، كنت كنتفرج في اناكوندا، وكانوا دو مومبر اللي هما باقيين دابا لحد الان اللي فيهم طارق اللي هو فونداتور ديال الجروب وهو جيتاريست والباتور اون بلوس. دونك كانوا تيلعبوا واحد الموسيقى اللي كنت انايا جو سوي انتريسي بها، كنت نسمع لديك الموسيقى ومشيت بديت نخدم وتنخدم، كنت بيسكو جو في باسيست كنت نخدم مزيان باش نوصل داك النيفو ديالهم، حيت كانوا تيلعبوا بواحد النيفو زوين. ابري مع الوقت كان باغ كو شونس كان خصهم باسيست، دونك داروا كاستين هنا في مدينه الرباط وتقدمت انا الكاستين والحمد لله جاي ريوسي باش نضم الجروب. مؤخرا بدا الجمهور كيتقبل انواع موسيقيه مثل الراب والفيوجن، ولكن كيبقى الميتال نوع كيصعب على الجمهور تقبله، وهذا اللي كيخلق تخوف كبير لدى هذه المجموعات. كانت مخاوف سيرتو واحد الايام كانت وقع ديك لافير ساتانيزم وشي حاجه في كازا، شي مشاكل وقعوا، وحنا ديك الساعه يلاه كنطلعوا يلاه كنتعلموا. هادي ديك الساعه قلنا الا كنا غنطيحوا في هاد المشاكل هادو بلاش من هاد الموسيقى. لا شي كيقول من هنا بلاش كيقول هادي، انا كانت عندي ليدي ديال نكمل في الموسيقى، لان السي اللي كنلعبوا ما عنده لا علاقه مع لا ريليجيون، ما عنده لا علاقه مع السياسه، لا كنلعب واحد الستيل ديال الموسيقى اللي حنا مرتاحين فيه. كتفكر في شي حوايج، كتلعب وكتخرج دي باغول اللي عندهم علاقه بمشاكل ديال المشاكل اللي عايشين فيها الشباب. الصراحه قريب الستيل ديال الراب في لي بارول ديالهم، غير حنا تنغنوا بالانجلي. هذا واقع اللي خصنا نتقبلوه، الا وهو مجموعه شبابيه ما عندهاش امكانيات ماديه وحتى في الماتيريال هو ما كاينش، ولكن هذا ماشي يعنيش انني نضع حد، اننا ما يكونش عندنا اسبري كرياتيف، دونك دو ساكروشي، خصنا نتشبتو بداك الشيء اللي حنا عازمين عليه ونكملو. وكما كتعرفوا راه ملي كيكون شي مشكل راه ضروري كيكونوا بزاف ديال الحلول، خص غير الواحد يقلب شويه ويبدع. هذا هو اللي كاين. من بين اهم الحواجز اللي كتوقف في طريق هذه المجموعات الغنائيه ضعف الامكانيات، وبالرغم من ذلك فهذه المجموعات كتحاول تواصل مسارها الفني وكتحاول توصل للجمهور.
بعد ما تابعنا مشاهدينا هذا الروبورتاج على الجروب اناكوندا، هذا الجروب اللي حاز على لو بروميير بري في البولفار دي جون ميوزيسيان سنه 2005، وحاليا كيساعد الجروب باش يصدر اول البوم ليه بعنوان بتوين لايف اند ديت. هذا الشيء اللي غيتكلمنا عليه اكثر مغني الجروب طارق جواد. طارق مرحبا بك معنا. شكرا. واش نقدروا نعتبروا مشاركتكم في البولفار بدايه حقيقيه للجروب اناكوندا؟ يمكن نقول لك